فيما يخص نادي الاسماعيلي، الاسماعيلي ايضا يواجه ازمه ايقاف قيد، هيحلها ازاي؟ هيلحق يتعايد مع لاعبين؟ الامور هتوصل لحد فين؟ مجلس اداره جديد نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، مجلس اداره محترم واسماء فيه محترمه جدا، منهم الاستاذ فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي معايا عبر الهاتف الان. يا فندم مشرف ومنور. بارك الله فيك، انا شاكر لحضرتك الاستضافه الكريمه وشاكر اهتمامكم بالنادي الاسماعيلي احد اضلاع الكره المصريه ان شاء الله. طمنا بقى يا فندم على حال الاسماعيلي الموسم الجديد، احنا دلوقتي في ايقاف قيد وجماهير الاسماعيلي عماله تسال هنلحق نحل المشاكل ولا الامور هتعلق لحد يناير؟ الوضع ايه دلوقتي في النادي الاسماعيلي؟ بامانه عشان نكون منصفين، طبعا احنا كمجلس جديد ورثنا تركه ثقيله ثقيله ثقيله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلاقي الدعم الكامل من أجهزة من الناس كلها، حتى مش أجهزة الدولة فقط ولكن من كل الناس للعبور من هذا النفق اللي شفناه بعد ما دخلنا. طبعا كنا عارفين قبل ما ندخل لكن ما كانش بالصورة السيئة اللي احنا شفناها حاليا، ولكن أملنا وطموحنا كنادي اسماعيلي وكأبناء النادي الاسماعيلي وكأعضاء مجلس إدارة جديد إن احنا كلنا برئاسة المهندس ناصر أبو الحسن إن احنا نوصل بالنادي الاسماعيلي إن شاء الله لوضع أفضل من كده. طبعا القيد أستاذ كريم، وضع القيد طبعا إن شاء الله ما أعتقدش إن احنا ما عادش في وقت إن احنا نرفع القيد، لأن القيد عايز مبالغ طائلة ومبالغ لا يتحملها واحد لوحده او اثنين او ثلاثه، والتركه دي اظن حضرتك عارف وكل الاخوه الرياضيين في مصر كلها عارف ان احنا كمجلس او كابناء النادي الاسماعيلي ورثناها من اخطاء اداريه لن نتكلم عليها بالتفصيل ولكن كلها معروفه. طيب استاذ فرج، استاذ فرج دلوقتي بتقول لي في رقم الاسماعيلي مش هيقدر او مجلس دلوقتي مش هيقدر يسدده عشان يرفع القيد، الرقم ده اللي هو كام؟ مجمله كام؟ مجمله حوالي 4 مليون دولار. انا بس عشان اعرف جماهير الاسماعيلي صعوبه الامر برضو، يعني انا بقول الرقم عشان تقريبا حوالي يعني في التوتال كله حوالي 4 مليون دولار. طيب وبناء عليه الاسماعيلي بحسب ما حضرتك اللي حضرتك بتقوله انه خلاص هيخش الموسم الجديد دون فتره انتقالات صيفيه او لاعبين جدد. استاذ كريم فعلا كلام سليم. ربنا كرمنا اعتقد كلكم عارفين طبعا بالكابتن ايهاب جلال، وهو طبعا عارف كل الوضع اللي فيه الاسماعيلي، ويعني ان شاء الله بنخوض المباريات لغايه القسم الثاني او الفتره الثانيه، بنخوض او الفتره القيد الثانيه اللي هي بعد كده في الشتاء اعتقد بكل اللاعبين الموجودين حاليا. واحنا كلنا ان شاء الله كلنا امل واصرار ان هؤلاء اللاعبين هم اللي هيعدوا بالنادي الاسماعيلي من هذه كم لاعب رحل عن الاسماعيلي استاذ فرج؟ انا على حسب ذاكرتي بقى محمد احمد مدبولي محمد الشامي دول خلاص مش موجودين. في حدود خمس لعيبه طبعا، في حدود خمسه او ست لعيبه. الاسماء طبعا انا شخصيا ما لا تحضرني فعلا، لكن الست اللعيبه اللي رحلوا من الاسماعيلي مؤثرين، ولكن عايز اطمن حضرتك واطمن جماهير الاسماعيلي ان اولادنا وشبابنا الصغير من ابناء الاسماعيليه ان شاء الله قادرين على المرور من هذه الكبوه، واعتقد بنناشد الكل ان هو يقف معانا خاصه جمهورنا الحبيب يعني يصبروا علينا ويصبروا على الفريق ان شاء الله. طب استاذ فرج ممكن اقول لك حاجه؟ عشان انا عايش مع الاسماعيلي اهو في تفاصيل كثيره جدا اعلاميا مع مجالس ادارات مختلفه الفتره الماضيه، وهكلمك بصراحه وبامانه وانا عارف ان حضرتك شخصيه محترمه جدا وتحترم جماهير النادي الاسماعيلي. جماهير النادي الاسماعيلي دائما ما كانت تسمع هذه الجمله، اصبروا معانا شويه. امتى جماهير النادي الاسماعيلي مش هتصبر وتشوف ثمار جيده وتشوف الاسماعيلي بتاع زمان؟ امتى يعني؟ اكيد ده سؤال جمهور الاسماعيلي وهو بيتفرج علينا دلوقتي. برافو عليك. احنا كلنا طبعا انت حضرتك عارف يا استاذ كريم ان احنا كمجلس اداره جديد مطلوب مننا، يعني انا واحد من المجلس، مطلوب مننا نوفر كميه كبيره من
من الاموال ربما تفوق اي خزينه بالنسبه بالذات واحنا كاسماعيلاويه يعني. ولكن كلنا بنسعى في اتجاهات مختلفه في اوضاع مختلفه ان احنا يعني نحاول نوفر كميات من الدعم المالي لفك القيد اولا، ثم لاختيار لعيبه جديده بشكل مناسب. طبعا في الوقت الحالي اعتقد كل اللعيبه تم تسكينهم في انديتهم، وحتى لو انا هروح النهارده اتعاقد مع لاعب حتى لو انا هجيبها مش هعرف ادخله او مش عارف اسجله. انت خلاص انت اجلت امورك كلها ليناير بقى فضل الانتقالات الثانيه لو قدرت تسدد كمان. طبعا دي رقم واحد، لكن ان شاء الله املنا كبير في فريقنا الحالي، واعتقد ان احنا تم التفاهم مع الكابتن ايهاب جلال والكابتن علي ابو جريشه على ان احنا ان شاء الله تعالى نمر المرحله ديت ونحقق مركز يكون متقدم ان شاء الله، مش زي المراكز اللي قبل كده. وشبابنا واعتقد حاسين بكده، اولادنا اولاد الاسماعيلي والاسماعيليه كلها حاسه بكده، وانا مش بقول يصبروا ولكن يقفوا في دارنا، واحنا كلنا من ابناء الاسماعيليه اللي عشنا الفتره اللي فاتت في قلق، ونتمنى ان احنا نخرج بيهم من هذا القلق. عايز اطمن برضو ان احنا مش موفرين جهد، ومش عايز احدد اسماء، ولكن كلنا مش بنوفر جهد، وانا عندنا بشار خير قريب ان شاء الله. طيب كابتن ان شاء الله، كابتن فرج، هل ممكن في لعيبه ثانيه تمشي من الاسماعيلي قبل غلق باب القيد، ولا خلاص الموجودين دلوقتي هم اللي هيكملوا مع الفريق؟ اعتقد لا طبعا، ده احنا كل واحد بيمشي بياخد معاه نفس من انفاسنا، يعني احنا مش عايزين حد ان شاء الله يمشي، ومش هيمشي ان شاء الله حد خالص. بما فيهم عبد الرحمن مجدي؟ بما فيهم عبد الرحمن مجدي ان شاء الله، النهارده كمان اثبت ان هو يعني من اللعيبه المهمين بالنسبه لنا واللي احنا بنعتمد عليه. لا كابتن فرج، قول اثبت ازاي عشان جمهور الاسماعيلي يفرح بيه، يعني برضو دي مش حاجات هتبقى والله يعني خلي جمهور الاسماعيلي. لا كان في مباراه كره قدم وديه النهارده مع نادي فيوتشر، واستطاع الفريق ان شاء الله ان هو يفوز 1-0 باقدام الكابتن عبد الرحمن مجدي. وهو عايز يكمل مع الاسماعيلي. وهو عايز طبعا ابن الاسماعيلي، وعايز يكمل مع الاسماعيلي الا اذا كانت، لما اعتقدش ان احنا هنفرط فيه في خلال الايام اللي جايه، واطمن كل الناس حتى لو هو في حاجه. هو طبعا بيجي له عروض، لكن احنا ملتزمين بيه لانه خلاص يعني ما نقدرش، احنا ما عندناش قيد جديد، ازاي هنفرط في واحد اساسي مهم جدا في الفريق. الكابتن ايهاب جلال لما وقع مع النادي الاسماعيلي، هل كان عارف انه القيد هيفضل موقوف ومش هيترفع؟ بالتاكيد الكابتن ايهاب جلال كابن من ابناء ابن من ابناء النادي الاسماعيلي عارف كل التفاصيل، وهو علشان كده هو يعني عمل معسكر كويس جدا، وشغال بالموجودين بشكل كويس، وعدنا ان شاء الله بالموجودين ان شاء الله يعني هنعدي من الكبوه اللي فيها النادي الاسماعيلي. مش عايز اقول كلام ان انا في وضع ضعيف، لا انا مش في وضع ضعيف. احنا كابناء الاسماعيليه الولد الصغير عندنا بيكون متميز اكثر من اي منطقه ثانيه، موهوب من يعني انت عارفين طبعا، مش عايز اتكلم على كده، ولكن نامل من مبادره كل الجهات المختصه، سواء كان اتحاد الكره او سواء كان الجهات اللي هي ممكن تمولنا او تدر علينا بعض الاموال، بالاضافه للاموال اللي احنا بنسعى حاليا نجيبها علشان نجهز نفسنا لفك القيد في المرحله الجايه، وتخليص بعض عقود اللاعبين اللي هي الاحكام حوالي 11 مشكله ليس لنا ذنب فيها. ومش عايز ارمي التهمه بس على كل الناس اللي قبلي، لكن توليتوا المسؤوليه يا فندم، وخلاص بقى اصبحتوا انتوا دلوقتي المسؤولين قدام جماهير النادي الاسماعيلي. كلنا على فكره كلنا متفاهمين ان انتوا خدتوا ارث صعب جدا، بس خلاص انت بقيت في موضع مسؤوليه دلوقتي. بناشد كل الجهات في الدوله ان هي تنظر لينا كنادي الاسماعيلي، مش نظره عصر. احنا الاسماعيلي القوي، احنا الاسماعيلي احد المربع كره القدم الانديه الشعبيه. احنا الاسماعيلي مداخل النادي قليله شويه بعد الاطلاع عليها من داخل النادي، لكن املنا في ربنا كبير، واملنا في شعب الاسماعيليه والشعوب المحبه للنادي الاسماعيلي او المحافظات الاخرى يعني او والدوله ان هي تساعدنا. واعتقد الكلام موجه للجميع وليس لجهه معينه، عشان ما حدش يفترض في كلامي اي تخصيص يعني. صحيح. كل الناس نتمنى تساعدنا، سواء كل المديونيات، كل الناس تساعدنا، سواء زي ما ساعدونا بعض اللعيبه في تخفيض بعض عقودهم
وبعض المدربين وطبعا بدون ما احدد اسماء عشان ما احرجش حد. يعني في لاعبين وافقوا ان هم ينزلوا عقودهم يا استاذ فرج؟ طبعا في لعيبه وافقوا ان هم ينزلوا عقودهم، بس مش هذكر حد عشان كلنا كاولاد الاسماعيليه وكلهم عارفين، وسواء مدربين كمان بنفس الطريقه، وكلنا متماسكين علشان نثبت للناس ان احنا شعب كويس وشعب الكابتن عظيم. الكابتن ايهاب جلال كمان خفض من الراتب بتاعه؟ بدون شك بدون برضه ما اذكر الارقام والاسماء والحاجات ديت، لان طبعا ديت حاجات خاصه. طبعا بس الكابتن ايهاب جلال وافق، ربنا يكرمه ان شاء الله ويكرمنا معاه ان شاء الله. استاذ فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ابرز ما فيها انه كابتن ايهاب جلال وجهازه الفني وافقوا على ان هو الراتب بتاعهم ينزل شويه عشان ظروف نادي الاسماعيلي، بعض اللاعبين ايضا كمان وافقوا على تخفيض المقابل المالي اللي بياخدوه، وقال كمان ان عبد الرحمن مجدي مكمل مع الفريق. ابرز تصريح طبعا انه الزمالك الاسماعيلي داخل الموسم الجديد دون صفقات جديده، مش هيقدر يرفع القيد عنه. مديونيه الاسماعيلي 4 مليون دولار، رقم مرعب ضخم جدا، بطبيعه الحال شبه مستحيل يعني ان الاسماعيلي يقدر يعيد لاعبين جدد او يشتري لاعبين جدد في هذه الفتره الانتقاليه، الفتره الصيف.